ايش بك؟ ليش هيك عم تطلع فيني؟ 6 سنين لك وفاة، 6 سنين. يبلاها يبلاها، ما في داعي ننكش بالماضي لاني ريحته كتير وخمه. لو تعرف من 6 سنين كم مره رحت لعندكم هالبيت، فوق 100 مرة مشان اسال عليكم واطمن عليكم، والجيران يقولوا لي مسافرين برات البلد، تقوم تطلع بيركلي بالشام وانا مفكرك برات البلد. واخر مره لما انضربت حارتكم رقدت رقد لاطمن عليكم. 6 سنين يا خاي، 6 سنين بتجافيني مشان كلمة طلعت مني. هاي ما هي كلمة يا عبد، ما هي كلمة، هاي كانت سكينة. معك حق، بلا نكش بالماضي. ايه قل لي، سامية شلونة وديمة ورزان روح عمة؟ الحمد لله كلياتهم بخير كويسين، بس العادي ما سألت عن باسم. استغفر الله العظيم، خليني أتيسر. بروك لخاي، بروك، خلص بروك لك. من ست سنين وأنت زيمه لباسم، ولهلأ لساك زيلمه. أنا ما ظلمته لباسم. الله يجعلها إن شاء الله خاتمة الأحزان يا حاج عبد القادر. تسلم يا بكري، تسلم. تفضل. العمر لك معلمي. ولك يا بكري. تأمرني بشي تاني؟ يعطيك العافية. الله يرحمه إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. لخاي، هي خلصنا مراسم الدفن والعزاء. في موضوع ضروري أحكي معك. أنت بتعرف أمنا الله يرحمها كانت صم الذهب من يوم أبوك الله يرحمه، وكمان كان عندها ذهبات من وقت ما كانت عند أهلها، وكلهم مباريم وسنارات وزراد وليرات عصملي، يعني بيطلعوا سروة منيحة. بعرف. يا عيني عليك، يعني بتتذكر. لكن شلون؟ بتذكر كويس. هلا ما في ولا ذهب عند أمك. شو الحكي؟ مثل ما عم بقلها. وينهم؟ هون مربط الفرس. وينه؟ وانا ايش بعرفني وينه؟ اكيد انت ما بتعرف، بس منو كان بيرك عنده بالبيت قبل ما تموت بشهر؟ اكل شارب نايم. قصدك باسم؟ قصدك باسم اخذ ذهبات نانتو؟ شوف لخاي، الحمد لله الله منعم علي وعليك ونحن ما لنا بحاجتهم، بس الشيطان شاطر. احذر احذر احذر، الله يرضى عليك، لا تخلي من باب الشيطان شاطر وما شاطر. انا ابني عرفان شلون ربي الله يرضى عليك. اصحاب القادر، شوف لخاي، الذهبات من حق اولادي ولادك، فقل له لابنك اللي عرفان شلون مربيه يرجع الذهبات. ابني مربى احسن مني ومنك، وما بسمح لمخلوق يقرب صوب تربيته واخلاقه طاول. ماني مستغرب كلامك، بالعكس متوقع، بس بحب اقول لك كلمه يا وفا، ابنك حرامي، دير بالك منه. عبد، طلع برا، طلع لبرا. وبعد فترة بجوز بنتي، وبعزمك على العرس. لا بتجي ولا بتبعت كلمة مبروك وانت عمها الوحيد. وبعد فترة بنخطف ابني ماجد، ابن اخوك الوحيد بنخطف. 3 شهور ما بنعرف عنه شيء، لا اذا هو ميت او عايش. وبعد فترة دلونا عليه، الحمد لله طلع طيب، دفعت مصرات كتير.
لخلصتهم من بين ايديهم. الحمد لله. وبالصدفة شفت شغيلك بكري خبرني انه باسم عامل حادث بالشام. فورا رحت لعندك عالبيت ما لقيت حدا، ومن وقتها قطع كل اخباركن عني. باسم من 6 أشهر لحتى صحي. من 6 أشهر لصحي؟ بس انا وقت اللي شفته لبكري وخبرني هذا الكلام كان شي من 4-5 سنين. ايه نعم. عرفت هلا انا وين كنت مختفي وبشو كنت مشغول؟ انا كنت مشغول بابني الوحيد اللي كان بين الحياة والموت. لك انا كل يوم كنت افيق الصبح وادخل على اوضته لاشوف اذا كان ابني عايش ولا ميت. يعني باسي كل هالسنين هي هو بغيبوبة؟ ايه، والله وحده بيعلم شلون عشنا هالايام اللي مرت. الله وحده بس. لك المعمل انسرع، البيت انهدم، المزرعة طارت، وانا 5 سنين 5 سنين ابني قدامي هو ميت وعم يتنفس. طيب هلا شلونه؟ ايش وضعه؟ ماشي الحال.